ليه الزبده والسمنه لا رغم ان هما دهون طبيعيه؟ هقول يعني لحضرتك بعض المدارس اللي بتقول طالما دهون طبيعيه حيوانيه ما فيهاش مشكله. هي ما بتتحسبش ان هي unsaturated fat، مش هنحسب ان هي دهون غير صحيه. ليه؟ لان هي solid، هي في الهيئه بتاعتها بره صلبه، ولما بتدخل الجسم بتبقى solid مش بتبقى ليكويد. انا عاوزه الحاجه اللي هي الدايجست بتاعها ايزي، ما تعمليش مشاكل في شرايين القلب. مش عاوزين مشاكل لشرايين القلب خالص. فانا لما استخدم الزيوت النباتيه وابعد اي حاجه solid، يبقى انا عملت هضم سريع واخدت كمان الفيتامينات بصوره ايه؟ اسرع. يعني هنا الفكره انه الزبده والسمنه لانها بتفضل في الجسم في صوره صلبه فيفضل ان احنا نستبعدها. وهتسد الشرايين، يعني معلش انا المفروض باخد 7% من الساتوريتد فات اللي هو الدهون الضاره، اللي هي 7% اثناء اليوم، يعني بما يعادل معلقه طعام من السمنه. هل انت هتقدر تعمل كنترول تاخد معلقه بس وبقيه اليوم ما فيهوش اي ساتوريتد؟ مفيش اي دهون ثانيه دخلت عن طريق جانج فود او فاست فود من بره؟ لا. وبالتالي الافضل الزيوت النباتيه. في الزيوت النباتيه وكميات برضو مش كبيره، بس زيت الزيتون ده سحر. سحر. ومش طهي كمان على الساخن، يعني لا ممكن يتضاف للجبنه، ممكن يتضاف للخضروات، سلطه بلاش يبقى فيه تسخين له طبعا لانه مش صحي. عشان بيفقد قيمته الغذائيه. الكميه برضو المسموحه لي في زيت الزيتون معلقه في اليوم ولا معلقه طعام؟ معلقه طعام على مدار اليوم. والسكر المفروض ان احنا مش مسموح لنا اصلا السكر الابيض ولا السكر الدايت. انا بفضل يعني انا بتكلم عليا انا، في كذا مدرسه بتقول اوكي لحاجات سكر الابيض معلقتين، سكر الدايت لحاجات معينه من النبات. انا بشجع العسل النحل لانه هو جميل جدا، مجموعه فيتامينات عاليه، السكر بتاعه خفيف جدا في الدم، بيقعد 6 ساعات، ما بيقللش المؤشر السكري فما تحسش بالهبوط. حلو للبشره والشعر، وفي نفس الوقت ما فيش منه مضار للجسم. احنا مش عايزين حاجه فيها اضرار.